خصنا نحترموا المصطلحات اللغويه. اولا قلتي منافسيين في صيغه الجمع، فالحال لحد الان انا في اعتقادي ما عنديش منافس، انا الواحد المرشح الشرعي لفريق الوداد البيضاوي الرياضي البيضاوي لحد الان. ولكن غادي نحترم الافكار ديال الفكره اللي كتمشي فيها، وانه صحيح هناك شخص، هناك السي دريس الشريبي كيقوم بحمله، كيقوم بخرجات اعلاميه، كيدير اجتماعات، كيدير كذا. انا كنقول هالطريقه هذه في اعتقادي انا، ماشي يعني كنوجه له لوم، ولكن في اعتقادي انا كنقول بان غير مجديه، لان الناس اللي كتجتمع معاهم راه اللي قلتي منخرطين، راه ماشي منخرطين، هذيك جماعه الاصدقاء كيجلس معاهم في المقاهي، في الاوطيلات، في الديور، في الصالات، يعني من حقه كيتكلم عن الوداد، من حقه، لان الوداد هي وداد ديال الجميع. ولكن يوهم الشارع الودادي بانه هو المرشح الاوفر حظا او حتى مرشح لفريق الوداد، فكنقول له بانه هذه دغدغه مشاعر الشارع الودادي، هذا لعب على وتر حساس للشارع الودادي، لان الشارع الودادي الان كيكفي انك تقيس اي وداد تقول له احنا تبهدلنا، احنا يعني تاخرنا، احنا كذا، غادي ينسجم معك، وتقول له باننا احنا عندنا ماضي وعندنا، غادي ينسجم معك. ولكن تقول له بانه الفتره ديال عبد الله اكرم غيقول لك فتره سيئه. يعني هذه المشاعر هذه لا داعي باش ان نلعب عليها الانسان الان. الان اولا انا كنقول للسي دريس الشريبي باحترام، كنقول السي دريس الشريبي باحترام، نقول ابحث عن الشرعيه يا اخي، سير عند الوداد وابحث عن الشرعيه، هي اللي غتاهلك انك غدا تجلس مع المنخرطين الحقيقيين وليس جماعه الاصدقاء اللي عندك. وكفى كفى من تضليل الجماهير الوداديه بانه انت سوف تفرض من طرف جهات، او سوف يعني تاتي على حصان ابيض للوصول على لفريق احمر، وهذا الكلام هذا كله لدغدغه مشاعر الجماهير الوداديه ليس الا. فيما يخص الوصول الى الفريق، الى رئاسه الفريق، يجب المرور عن طريق برلمان الفريق، عن طريق هيئه المنخرط، اللي هما شرعيين، اللي اللائحه ديالهم محطوطه عند الجامعه، لان هما مؤهلين، اللي عندهم الشرعيه انهم يصوتوا عليك او عليا. انا ذاك الا انت وصلتي هذيك الساعه غنسميك منافس ديالي. اما لحد الان انا كنشوف بان هي يعني زعزعه في فنجان، وسوف يعني تنتهي لا محاله بفشل.